طيب محاضرتنا اليوم عن فينوس ديزيزز. صدى في كبير صح؟ لا عادي عادي. صدى عادي ها؟ طيب. راح نحكي ريفيو اوف فينوس اناتومي. راح نحكي عن فاريكوز فين وسوبرفيشال ثرومبوفلابيتس والديب فين ثرومبوسس. اوكي. وراح نحكي كمان عن الليمفيديما واللمفانجايتس. فينوس اناتومي نحكي عن اللور ليمبس في سوبرفيشال اند ديب سيستمز. الديب سيستم اللي هو بتوين ذا مسلز او بلو ذا مسلز اللي ماشي مع الارتريال سيستم. يعني كل ارتري معه بين اللي. اوكي. بنحكي عن مثلا الاورطة مقابل الاي بي سي. وبعدين يطلع عندنا الكومن ايليك ارتري يكون لك بين سيرنر وانتيرنر. بعدين كومن فيمورال بون هون بارتري وبين. بعدين ديب وسوبرفيشال. اوكي. فيمورال. بعدين بوبليتال ارتري وبليتال فين. وبعدين تيبيال فيزلز. الان السوبرفيشال فيمورال بحبوش يعني هم عنده ديب فين بس فلقوا انه يشيلوا كلمه سوبرفيشال عشان ما يعملوش كونفيوجن يسموه بس فيمورال فين. نحكي عن السوبرفيشال فيمورال فين. اوكي. مع انه هو ديب. الان السوبرفيشال سيستم عندنا اللي هو السبكتانس تيشو. اوكي. بلو ذا سكن. هذا السوبرفيشال سيستم بتكون من الجريت سفنس فين والشورت سفنس فين and they meet together at the foot at the dorsal venous arc. بعدين بيطلع عندنا الجريت سفنس وبيطلع منها الشورت سفنس. اوكي. هاي دي فينوس ارك او دورسال فينوس ارك. بعدين بيطلع عندنا الجريت سفنس بيطلع ميديالي شايفين هنا anterior to medial malleolus, medial aspect of the leg and thigh. بعدين بروح anterior هون بصوب السفينوفيمورال junction. بوبليتيال بروح من بستيرو lateral أول شيء. بعدين بصير بستيرو lateral. بعدين بستيرو في البوبليتيال فسة. أوكي. بوبليتيال فسة صافينا بوبليتيال جنكشن. الآن هون عندنا this junction السفينة فورنال جنكشن زي ما احنا شايفين anatomy. هذا السفينس great سفينس vein وهذا common femoral vein. اوكي. هذا هو السفينة فورنال جنكشن. الآن لما تفتح المنطقة هاي انت بالعملية الفاريكوز vein احنا بيكون هدفنا نعمل ligation at this site here the junction وليس الفيمورال فين. اوكي. فبدي يكون الاناتومي عندك واضحه لما تفتح تلاقي فين قدامك. اوكي. تتاكد انه هذا السفنس مش الفيمورال. يعني من خلال انك تشوف الجنكشن بهذا الشكل بيكون عندك. اوكي. خاصه بالثين بيبل. ثين بيبل بتلاقيه هذا حتى تلاقيه تبين زي كانه سوبرفيشال يعني حتى. اوكي. فانت بدك تميز انه هذا هو السفينس من الفيمورال من خلال انك تشوف الجنكشن هون ومن خلال انه السفينس عليه برانشز زي ما احنا شايفين هون. الان غير الجنكشن في عندنا بيرفوريتورز ذات كونكت ديب تو ذا سوبرفيشال سيستمز. بيرفوريتورز along the leg and the thigh. They pierce يعني هذا زي ما حكينا لكم احنا انه سوبرفيشال سيستم جاي تحت السكن بالسوبرفيشال تيشو بيطلع منه براش بخش ديب بخش ثرو ذا فاشيا. اوكي. تو ذا ديب سيستم. هذا البراش اسمه بيرفوريتور. اوكي. بيمشي البلود فلو فيه فروم سوبرفيشال تو ديب اونلي ثرو دايركتد باي فالفز. كل بيرفوريتر كل منطقة لهم اسم. البيرفوريترز هذول
الميديال كالف مثل اسمه كوكيت اوكي جاست ابوف ذا ني اسمه دوتس بلو ذا ني اسمه بويدز بيرفوريتور اوكي الميدل ادكتور كانال اسمه انتاريا بيرفوريتور اوكي بلو ذا ميدل مدولس انفراماليولار بيرفوريتور زي ما قلنا في فالف بالفينا سيستم كله في فالفات في الفينا سيستم كمان accompanied by superficial nerves مهم جدا نكون عارفينهم the great saphenous vein accompanied by the saphenous nerve والshort saphenous accompanied by shortal nerve نكون متبهين لما نعمل عمليات لهذول النيرفز اللي هم sensory nerves هذول الأبر لم كمان عندنا نفس الشيء في عندنا deep veins أو superficial veins deep veins أوكي مشيت مع الأرتريس عندنا يعني subclavian vein بعدين أو artery أو axillary vein أو artery أو brachial vein أو artery أوكي بس ما في radial vein أوكي يعني في عندنا هنا veins superficial system اللي هو اللي هو سيفاليك وباسيليك السيفاليك اللي هو جاي لترن زي ما احنا شايفين يوصل للسبكليفين هون بمشي الونج لترال سايد و بس بمشي ميديالي هون اوكي ميديالي وبعدين بكمل مع الاكزيلاري فين هون المنطقه هاي اوكي وبيناتهم طبعا ميديال كويتال فين اوكي نحكي عن شو هي الفاريكوز فينز هي دايليتد تورتشوس فينز اللي ار نوت اونلي دايليتد دي ار اولسو تورتشوس اوكي ممكن يكونوا طبعا بس متافكتس سوبرفيشال فينز ممكن يكونوا لارج ان سايز ممكن يكونوا small in size بسموهم reticular veins أو spider veins أو telangiectasis ممكن يكونوا asymptomatic ممكن يكونوا symptomatic بيعملوا لنا localized pain أوكي أو general heaviness بالleg أوكي cramps ممكن يعملوا bleeding أوكي ممكن يصير فيهم thrombosis Very common, 20% of the world population عندهم varicose vein. طبعاً risk factors female more in females لأنه they are veins are highly affected by the female hormones. Okay, especially during pregnancy, during menopause. Okay, with estrogen replacement therapy. Okay, and contraceptive pills. كل هاي الهرمونال disturbances بتعمل انها بتزيد the risk factor for varicose vein pregnancy زي ما قلنا لأن pregnancy برضه إضافة للهرمونال effect كمان في انه pressure effect على ال central veins وهذا بزيد the pressure بال peripheral lower limb veins family history في genetic factor yes في genetic factor prolonged standing يعني خاصة الوظائف اللي بتتطلب prolonged standing اوكي يعني احنا بنيجي هون نعطي محاضرة واحدة او محاضرتين بس مش طول النهار مش كل يوم اوكي بس بينما مثلا استاذ المدرسة طول النهار واقف من الصبح لاخر النهار فمعرض يصير عنده varicose vein اوكي عمال المطاعم كمان واقفين طول النهار اوكي معرض الحلاقين يعني هذا من مشاهداتنا يعني مين أكثر ناس بنصابوا بالفاريكوز فين؟ أوكي. في primary وفي secondary. primary إنه عنده genetic or developmental defect in the vein wall that was damaged in the valvular competence. وفي secondary to deep venous insufficiency. أوكي. secondary to deep أو to deep ممكن to DVT كمان secondary to DVT. ممكن يصير عندي ايش varicose vein اوكي
زي ما احنا شايفين هيهم prominent prominent dilated tortuous along the course of the ممكن يكون along the course of the great saphenous أو short saphenous زي ما احنا شايفين هون مثلا this is along the course of the short saphenous بيجي هون بينما هذا جاي medial هون along the course of the great saphenous هذا along the course ماشي مع great saphenous بالضبط يعني هذا مش نفسه الجريت سافنس هذا بيكون هذا بيكون هو ديبر شوي من الجريت سافنس تحت السوبرفيشال فاشيا يعني مش فيري سوبرفيشال يعني هو اوكي في تحت السوبرفيشال فاشيا اوكي بينما البراشز هاي كلها تحت السكن فدي ارنات ذا جريت سافنس اتسلف اوكي هذول براشز من التربيترز بس فاشيات معه هون السكندري لما يكون في عنده سكندري زي هيك الانهائي السكندري بيكتشر اوكي اللي فيها هايبر بيجمنتيشن ديرماتايتس وفينوس ألسرس اوديما ممكن تكون انها ديود وديفيتي او ممكن فيريكوز بين حد ذاتها بروجريست بيكم سيفير ذات كوز ذس بيكتشر ترندلبرغ تيست برودي ترندلبرغ تيست اوكي يعني هذا ترندلبرغ تيست بعملوه مشان يشوفوا الفاريكوز فين وين الكومبتنس يعني وين الكومبتنس وين الرفلكس بيخلي المريض انه ينام على السرير ويرفع رجله لفوق الان بالنسبه لمرضى الفاريكوز فين نفحصه وهو واقف نفحص المريض وهو واقف اوكي ما بنفحصه هنا نفحصه هو واقف ليش؟ لأنه لما يوقف they will fill with blood these veins okay بينما لما ينام they will empty okay فمش راح تشوفهم اختفوا okay اختفوا حتى الألتراساوند نعمله جزء كبير منه ممكن أجزاء نعمله وهو نايم صح بس جزء كبير منه بنعمله وهو واقف دبل الألتراساوند in a standing position or examination is in a standing position okay يعني شو بصير من رفع رجله الان لو تبي it will empty these veins will empty down these veins varicose veins will empty زي بيرجر تيست لا هذا كثير تخلطش الامور ببعضها اوكي هنا مع الجرافيتي هذاك مع هذاك احنا لانه بيغذي فلما تنطع الجرافيتي بيبطل يصل اوكي لانه لو برشر بينما هذا بالعكس فانا بخف البرشر اوكي اصلا لما يوقف كل هاي برشر فينوس سيستم عشان هيك تلاقي مع بيت بلد لما يرفع رجله بخف البرشر فينوس برشر وايش بصير بختفوا عشان هيك بننصح مرضى الفاريكوز فين انه ما يوقفش كثير اوكي وانه يعني يستغل الاوقات كثير مثلا اثناء الدوام او لما ينام انه يرفع رجليه اوكي this will decrease pressure over these varicose veins اوكي نحن حكيناش عن التست هذا التست بتخلي المريض زي ما قلنا انه ينام على السرير يرفع رجله شو صار عندنا هنا اختفوا ال اوكي الفينز بعدين تربط تورنكت اوكي على وان سايد مثلا على الميدل ثاي فور اكزامبل اوكي بترد شد التورنكت هاي شو تربطها على مثلا زي فولز كاتيتر مثلا او كلاوس او احسن اوكي فولز كاتيتر او اي شيء مطاطي هيك بتشده اوكي وبتخلي المريض يوقف وتشوف وتلاحظ الريفلينج كيف بصير إذا هل هو جاي من فوق؟ إذا جاي من فوق مش راح يعطي لأنه الجنكشن سكر أوكي بس إذا جاي من برفيراترز من تحت معناته راح يعبي بسرعة أوكي رابد فيلينج ولا سلو فيلينج بصير عندك وهكذا بعدين بتفتح التورنكت بتشوف كيف الفيلينج من فوق إذا كان في ريفلكس عندك أوكي يعني هو خلينا نحكي تيست يعني يبين لك إذا كان في رفلكس بالجنكشن ولا ما فيش
اوكي او بالفريترز في بس هو يعني مش كثير سنسيتيف يعني مش مثل زي دوبلر يعني تعمل دوبلر الترا ساوند وتشوف الفلو قدامك هو يعني بعطيك فكره بعدين بتغير التورنيكت هاي موقعها بترد تعيد التست بتغير موقع التورنيكت للور ثاي مثلا على الليك وهكذا البلد مش مفروض يرجع يعبي يعني مش مفروض البلد يرجع لورا يرجع على السوبرفيشال سيستم مفروض اذا كانت كومبيتنت الفالوس مفروض يروح من السوبرفيشال تو ذا ديب ما يرجع اوكي بس اذا كان هذول الفالوس اوكي ديفكتد البلد ورتيرن باك تو ذا سوبرفيشال سيستم وهذا اللي بعمل الفيلينج علاقه فيلينج اللي هو ريفلكس معناه زيرو ريفلكس يعني اتس ريفلكس طبعا زي ما حكينا يكون كون ريفلكس او سكندري ممكن يكون تو اوبستراكشن فينوس اوبستراكشن اللي هو دي بي تي اكيوت او كرونيك التريتمنت بريودك ليج اليفيشن ريجولار اكسرسايز مع الموفمنت بقل كمان الفينوس بشر بقل الفينوس بشر مع وذ ووكينج اوكي إلاستيك ستوكينج برضو هاي إلاستيك ستوكينج كومبريشن ديسكارج برولونج سيتينج على ستاندينج الآن سيرجيكال تريتمنت سيرجيكال تريتمنت ممكن يكون فور كوزموتيك بيربزز يعني إذا كان هذا اسمبتوماتيك يكون كوزموتيك بس معظم الحالات يكون اسمبتوماتيك يكون يعني عنده هيفنس وبين باللور لمس اخر مهاتف بتعب كل جاي تعبانات كثير اوكي very heavy very pain اوكي لقي خاصة لما بعد فترة الشغل prolonged standing فهي في symptoms yes ف to treat this pain او recurrence superficial thrombophlebitis او bleeding يعني مرات مرضى بيجي ruptured superficial vein صغير تحت السكن وبصير فيلينج لسكن فوق هي وترجع وبصير ينزفهم جدا رايح على اوكي وبيجي مرضى كان يجي مرضى ناس في كميات يعني من بين هالقد اوكي السيرجيكال بروسيجرز الكلاسيكال بروسيجرز اللي نعملهم اسمها هايلايكيشن جنكشن ستريبنج يعني بسحب الفين كامل يقدر يتسبب ستريبنج مالتيبل سب اورجن اوكي للبرفوريترز ازول الان وفي عندنا كمان اللي هو اندوفينوس ثيرابي يعني استخدام الليزر مثلا نستخدم اندوفينوس جوا الفين هذا بنحرق النكويه بالليزر او بالراديو فريكونسي داخل الفين دون ما نسحبه اوكي وفي سكلير ثيرابي لا ممكن ليكويد سكلير ثيرابي زي ما هيك زي ما احنا شايفين superficial these small veins and spider veins after angiectasias ممكن اعالج فقط بسكليروثيرابي بدون عمليه زي هيك يكونوا اوكي استخدام سكليروثيرابي دوك ايجنت اوكي ننتبه دائما لهذا السندروم رير سندروم بس ممكن يجي فدائما تنتبه له هذا بيكون كليبل ترانوني سندروم اوكي شو بيكون في عندي فيه؟ في فاريكوز فين؟ سينس بيرث بتلاقي عنده فاريكوز فين او سينس بيرث تشايلدهود ومن صغير عنده فاريكوز فين لمب هايبرتروفي وكتيرس بيرث مارك بورت واي ستينس فار فينوس مالفورميشن اوكي الدي في اس بيكون انومرس اور ابسنت زي هذا شايفين شوفوا كيف هذا تيبيكال بيكتشر هايبرتروفي في بورت واي ستينس وفي فاريكوز فينس ايوه فهذا ايش؟ كليبل ترنوني سندروم. طيب سوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس هون من اسمها اتز سوبرفيشال سوبرفيشال فيز ثرومبوس في عندي ثرومبوسس ايتس اسوسيتد وذ انفلاميشن نوت نسيسري انفكشن انفلاميشن نحكي هون خاصة لما يكون عندي الديب سؤال لما يكون سبونتانيوس spontaneous superficial thrombophlebitis
is sterile, ما فيه infection, okay? ما فيش داعي للانتبيوتيك. لكن secondary, خاصة بصير بالأبر ريم أوتسايد أوف كانيلا. كانيلا انسيرشن بصير عنده المريض ذات بين thrombophlebitis infected لأنه في عندي foreign body دخل, okay؟ ومرات في بعض الناس بحط كمان كانيلا باللور ريم بس فيها thrombophlebitis برضو برضو هذا بكون secondary بأسف الانفكشن. طبعا غلط حط كانيلا بال غلط حط كانيلا باللور ريم high risk of thrombophlebitis باللور ريم. طيب بصير لما يكون عندك thrombophlebitis زي ما حكينا ممكن due to cervical cosvein بحد ذاته increase كمان بالبرجنانسي استروجين ثيرابي بحجة ديزيز هابرقوقر بسيت مالجنانسي يعني ممكن يكون هذا sign of hidden malignancy thrombophlebitis a sign of hidden malignancy عامل hypercoagulable state يعني it is possible. Okay. بصير في عندي اريا الثرمبوفلوباتس زي ما احنا شايف سبسب بجيب صورة اريا اوف اندوريشن ولثيما هون وبين اوكي الونج ذا كورس اوف ذا فين يعني هاي مش سلولايتس هاي ثرمبوفلوباتس لما تحس الفين راح تحسه تحت ايدك كورد لايك ستراكشر مش نون كومبرسبل يعني الفين از نون كومبرسبل فتحسه تلاقيه كورد زي الحبل اوكي نون كومبرسبل نورمالي بده يكون كومبرسبل حتى لو بريكوزمين يكون كومبرسبل بس اذا كان هيك يكون ايش زي ما حكينا انه بكون كورد لايك ستراكشر اوكي يعني في سلاس تجيك بالشكل هذا اوكي اول شيء قلت في كورد لايك ستراكشر بعد السلاس تجيك شكل يعني بالمنطقه تلاقيها ممتده المنطقه هي كلها هيك ممكن جاي بتيجي بقعة هون يس ممكن تيجي بقعة بس ما بيجي بضم بعد إلى فوق بعد أنا قدرين مثلا تقول مش رايح على غابة هيك ميدل ولا ثعلب يعني وبعد يكون في عندك يكون في وايت بيسيز إذا كان إذا كانت هاي كلها سلواتس بدي يكون هذا سبيرة باقي ليك سيتوسس باقي فيه هون يعني احنا بنعالج بنون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز بروفن ممتاز لهم بروفن لوكال هيت اليفيشن سبورتيف ستوكينج اوكي طبعا احنا في طبعا ممكن نعطيهم احنا كمان انتي كوجلنت اوكي خاصه اذا كان اكستنسيف اكثر من 5 ساعات طول زي هذا اكستنسيف هذا بده انتي كوجليشن هذا اكثر من 5 سنتيمتر اللينث اوف ذا سيجمنت thrombosed أو إذا كان close to a junction يعني كان قريب من السفر for a junction أوكي فهذا بده anticoagulation أسوي لأنه ممكن يتحول لـ DVT طب شو الهدف من الهيت؟ هدف من إيش؟ الهيت الهيت يعني increase المنطقة يعني عندي فينات مسكرة فأنا بدي increase يعني بعمل dilatation و increase blood flow إذا كان سيبتك طبعاً زي ما قلنا سكندري بدك تعطي أنتيبيوتيك للمريض بس فونتان بس no need for antibiotic أوكي دي فين ثرمبوسيس دي في تي كان درج اسمه فيربوستريد ريسك فاكتورز ستاسس vascular injury and hypercoagulability. هذول هم risk factors ممكن يكون stasis, vascular injury and hypercoagulability. These are for DVT. ممكن يكون provoked versus non-provoked. شو يعني provoked DVT versus non-provoked. Provoked يعني عندي سبب واضح. Okay. يعني مريض عندنا العملية بعد عملية صار عنده DVT. واضح. مريض عنده مثلا نايم بالـ ICU عنده CVA مثلا. Okay, paralyzed, صار عنده DVT, provoked by stasis. Okay, بس مريض أجا فجأة وانه عنده DVT من الدار. Okay, مش عارفين شو السبب.
انا مش عارف شو اسوي يعني ما اعرف شو السبب مسمينه انا بروفوكت اوكي نون بروفوكت اوكي وبكون في سبب بس احنا مش عارفينه عشان هيك مسمينه انا بروفوكت اوكي بس ممكن تقعد تدور عليه تدور عليه اما خاف راح يقول تيست الى اخره الستاسس بيكون بالفيروس ديزيز والهارت فيلر اوكي البكريست شو تربى في الوايتس؟ أوه. أوكي. طيب. وين سوينا إحنا؟ شو الستاسس؟ ستاسس يعني بتحرك إيش يعني؟ أوكي في الموبيليتي لو مثلاً واحد فراكتشر. واحد برونك فنتريتري سبورت واحد كوماتوز واحد باراليس سي في اي اوكي اكستندد اير بلان ترابل لينكثي اوبريشنز لينكثي عمليه ديورينج انتر اوبراتيف البيشنت ستاسيس اوكي رجليه بيحركوا مش طبعا لانه مخدر ونايم فهذا ريسك بدي بي تي خاصه اذا كان العمليه طولت اكثر من ساعه اوكي هذا الكومبرفلاكسس هذول بدهم بروفلاكسس فور دي بي تي مرضى الفراكتشر مرضى الفراكتشر نحكي وانا احنا لور لمب البيك لمب فراكتشر لور لمب هذول بدهم بروفلاكسس فور دي بي تي as long as he is immobile يعني مثلا هذول بروحوه مثلا بجبسوا او كذا شهر شهرين الى اخره كل الفتره هاي بده يضل ياخذ بروفلاكسس فور دي بي تي الاندوثيليال انجري طبعا الاندوثيليال انجري تعرفوا الميكانيزم اوف ثرومبوسيس اللي صار عندي الاندوثيليال انجري بصير عندي ببلش بتنفس اتهيت واديز ببلش تعمل ثرومبوس تعرفوا الميكانيزم هذا قراته مر عليكم بالفسيولوجي والباثولوجي اوكي هايبر كوجابل ستيت اذا كان في عندي مثلا حالات مثل فاكتور 5 ليد ليميتيشن اللي هو موست كومن انهيرتد هايبر كوجابل ستيت اللي هي فاكتور 5 ليد ليميتيشن انكريز هوموسيستين انتثرومبين 3 بروتين سي او اس ديفيشنسي دي اي سي نفرتك سندروم الى اخره مالجنسي كمان تعمل هايبر كوجابل ستيت ليش مالجنسي تعمل هايبر كوجابل ستيت؟ يعني نفسرهم ممكن يكون في سيربلتنج مالجنسنس عامل هايبر كوجابل ستيت Other risk factors: advanced age, type A, body group, obesity, history of previous DVT, multiparity, oral contraceptive pills,
inflammatory bowel disease, systemic lupus erythematosus. Clinically, ممكن يكون asymptomatic, ممكن واحد صار عنده DVT مثلا بالتيبيال فين واحد بالتيبيال فينز مثلا وممكن الاسمتوماتيك اوكي تروح وتروح بي اي بعدين ومش عنده سايز دي بي تي ممكن ديستر دي بي تي بنحكي هون عن كوبليتيوم يعني في مره كوبليتيوم مثلا بصير عندي سولينج باللينك لينك سولينج وبين تندرنس وارثيما او اوكي او سيانوسس اوكي باللينك صدن اوكي او اذا كان بروكسيمال نحكي عن ايليك اليوفيمورال فيز بصير كل لور لم سيمبتومز من لور لم بالثاي اند ذا ليج يعني اذا كانت سيمبتومز موجوده بالثاي الثاي كانت صور صارت عنده تعرف ان هذا بروكسيمال دي بي تي بروكسيمال انه في عنده اليوفيمورال معناته هاي عندي هون الدستر هذا هذا بروكسيمال شوف كيف هون بروكسيمال من الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير عندي خاصة البروكسيمال ايش اسمه فليجميزيا سيرونودولنس فليجميزيا البادولنس يعني اكستنسيف دي بي تي بروكسيمال لحد ما تبطل يصير في فينوس اوت فلو فروم ذا ليج وين ذا فينوس اوت فلو از stopped okay from the lower limb okay or blocked بصير عندي ايش كمان blockage غير inflow الارتريوم بصير ischemia عنده ischemia to venous disease okay وهي الischemia ممكن تعمل له جانجرين فعشان هيك هذول المرضى بدهم ايش فريجميزيا بدهم يعني advanced management لهم أكثر من المرضى الدي بي تي العاديين، أوكي؟ فليجميزيا سيرولا وفينوس جانجرين. شوفوا جانجرين بلشت رجله جانجرين من الصور. بروكسيمال بلح كل رجله سوالف هون. أذر كومبليكيشنز ممكن يصير عندك بالمنري امبوليزم. بتعرفوا بالمنري امبوليزم. أوكي؟ ريكرنت دي بي تي وانس عنده صار عنده دي بي تي وانس هي از ريسك يصير عنده ريكرنت يعني مثلا واحد جاي يعمل عملية اثنين جاي يعمل عملية اثنين كويسين بدون شيء بس هذا صار عنده مرة دي بي تي مثلا قبل 10 سنين اوكي هذا تغير رسك لأن الأدرار ما صار عنده دي بي تي اوكي بريفيس لأنه كيف تلاقي صار عنده دي بي تي سابقا بتلاقي الفالفات ممكن صاروا دمجت اوكي او الاندوثيليوم تشينج او في إليمنت اوف كرونيك دي بي تي بوست ثرومبوتيك سيندروم بارادوكسيكال امبولاي ممكن تروح هاي الامبولاي ثروبيتد فورم الاوفاري مثلا على الارتيريوم سيستم اوكي بوست ثرومبوتيك سيندروم فينوس جانجرين اجاني مريض لانه مهم جدا هذا الحكي وانا اكوكا مانجمنت يعني اجاني مريض عنده كلينيكال بيكتشر اوف دي بي تي اوكي اجاني من وين؟ من الدار على الطوارئ عنده كلينيكال بيكتشر اوف دي بي تي اوكي في عندي تو تيست اول شيء دبلر التراساوند وفي عندي دي دايمر الان اذا كانت دي دايمر نيجاتيف ما فيش دي بي تي اوكي يعني دي دايمر عامل نفي وليس عامل ايجاب اوكي عامل نفي اوكي بينفي انه يكون في دي بي تي لكن وجود دي دايمر مرتفع لا يعني انه دي بي تي ليش لانه في other things بترفع الدي دايمر many things ترفع الدي دايمر واحد عنده renal disease liver disease اوكي واحد تروما اوكي يعني ولد دخل تروما عندك على الطابق اوكي وقلت الدي دايمر تلاقي وزفت معناه ما فيش دي بي تي واحد post surgery بتلاقي الدي دايمر مرتفع اوكي pregnancy كل هذول المرضى بتلاقي الدي دايمر مرتفع بينما فعليا ما عنده دي بي تي فهذا فيدنيش معناته هذول المرضى ما فيدني دي بي تي اللي دايمر فيدني بي ايش تطلع نيجاتيف انه نفى دي بي تي اوكي ف الان فيرضر بتعمل التراساوند دوبلر الالتراساوند دوبلر بالوضني بالدستر دي بي تي السيستم بتاعتها 50% اوكي 50% بينما البروكسيمال توصل ل 80% لانه لارجر فينز بين اوضح
فلم بستر بس دان 50%. يعني معناته إذا عندك دوبلر نيجاتيف، يعني شوف في عندك ثلاث شغلات، هو عندك ثلاث شغلات تقرر عليهم، في عندك تكنيكال بيكتشر، عندك الدي دايمر، وعندك الالترا ساوند. اوكي، وشوف انت احسبها بمخك شو بيطلع عندك، يعني تعالج هذا مرض كديبتي ولا لا. اوكي، في طبعا دايجرام موجود في الكتب. اوكي، انه which to which are you combine, which combination to treat as DBT, which combination to exclude. اوكي يس. كواجيليشن بروفايل طبعا الدبلشن مرض المريض خلاص ترى عنده مثلا الالترا ساوند بوزيتيف والدي دايمر بوزيتيف والكلينيكال بيكتشر واضحه، خلاص هذا بده 100% بده هذا تعالجه، بده انتي كواجيليشن، بده انتي كواجيليشن وتبلش البي تي بي تي تي. الانتي كواجيليشن ممكن يكفوا الاثنين؟ بكفي بكفي. اذا شفت انه مش عنده، مش مقتنع بالدي دايمر انه والله دي دايمر بوزيتيف ومفيش عنده اذر كوزز انه يرفع الدي دايمر عنده، اوكي، ولقيت بكتشر واضحه بعالجه كدي بي تي. ممكن اعمل له فيرذر ايمجنج، يعني سي تي فيوغرافي، ام ار اي فيوغرافي، فيوغراف ببين 100%. هذه هاي هذا سبيسيفيك اسيت الفيروغرام زي هيك بين عندك. اوكي، بدك تفكر بالفراش، هيك تفكر بالفراش والكلينيكال بيكتشر، فين الفراش والدايجنوستس. ممكن يكون رابتشر اكيلس تندون، رابتشر بيكر سيست، رابتشر بيكر سيست، بيكر سيست هذا موجود ببريت الفصال طالع من النية، وفي يكون في الدودي فلويد بصير له رابتشر. اوكي، بتلاقي زي الدي بي تي بصير عندك بيكتشر تاعته. سلولايتس لنفيديما، اوكي، الاديما طبعا السويلنج بحد ذاته ممكن يكون مليون كوز له، سيستميك ولوكال. اوكي، سيستميك كوزز ليفر كاردييك رينال كوزز كلهم بعملوا لنا سويلنج، بس هيكون في سويلنج وبين. اوكي، بيكون تنس الليج. اوكي، فترة الأيام الكورونا في دي بي تي كثير، على فكرة أيام الكورونا في دي بي تي كثير. من القعدة؟ لا، الكورونا نفسها بتعمل دي بي تي. ليش؟ الكورونا بتعمل ترامبوجينيك. كورونا ترامبوجينيك. أوكي، طيب systemic anticoagulation lower rib elevation elastic stocking. systemic anticoagulation ببلش في فريق، شوف في عندك عدة مسارات، اما بتعطي انفراكشن انتفرين. اوكي، انفراكشن انتفرين اول ما يجي المريض تعطي له اولودنج دوز وبعدين كونتينوس انفيوجن، او وبعدين ثاني يوم ببلش حوالي وافر. الوافر ما ببلش باول يوم، لازم المريض يكون ايش، لازم يكون مريض ايش؟ تقول هيكرنايز حتى تعطيه ورفرن، لأن ورفرن انيشيالي از ايش؟ بروثرمباتيك، ها؟ يعني ممكن لأنه بينزل ال يعني بعمل لنا ايش؟ شو بعمل الورفرين؟ ليبيد سينثيسيس اوف ايش؟ كلتينج فاكتورز 10 و9 و7 و8 مش هيك؟ الآن كمان فرقيسي بس فلما ينزلوا هذا الكوار يصير ثرومبوجينيك بدايته الوارفرين. عشان هيك احنا ما بنبلش الوارفرين انيشيالي من اول يوم، لازم يكون مرض كوفرد باي وارفرين يقول هيبرنايزد عشان يصير عنده ثرومبوسيس من الوارفرين. هذا مهم جدا تعرف شو الفانكشن تاع الهيبرين، هذا التبخر، يعني هذا التبخر الفارماكولوجي. يعني النقطة الثانية هي نفس اللي بنحكي عنها؟ لا، بحكي عن الوارفرين عمالي. بحكي هون عن النقطة هي عن الهيبرين. هاي النقطة عن الهيبرين. الهيبرين
لازم نضيف لك كلمة هيبارين هنا. هون لازم نضيف لك كلمة هيبارين. اوكي. هيبارين ما بعمل لايسس للثرومباي. الهيبارين ستوبس بروباجيشن. شو بعمل الهيبارين؟ بروموتس الاكشن اوف انتي ثرومبين فرينج. اوكي. This will stop the propagation of the thrombus. اوكي. لما اوقف عن البروباجيشن بصير الناتشرال فاكتورز داخل الجسم تعمل لايسس. الثرومبس. اوكي. المسار الثاني اللي هو لو الكلوروتيفرين. المسار الثاني لو الكلوروتيفرين. اوكي. وفي اورال كمان انتي كوجلانس از ويل طاير دي. اوكي كمان كنا نستخدمها. يعني بشكل اخر ات از انتي كوجليشن مانجمنت بتاعته. الان زي ما حكينا هون الحيوانه از ايميديتلي وارفر يسارد افتر ثرابتيك مينرايزيشن. اوكي بعالج المريض من 3 إلى 6 اشهر على وارفرين. بتطلع منه اي ان ار انيشالي اول شيء ديلي اي ان ار. مريض ماشي على وارفرين يفترض اعمل له ديلي اي ان ار اول شيء لحد ما تشوف الدست. في ناس يعني الاي ان ار بدي يبين 2 and 3. في ناس نص تابلت اللي 5 ملي جرام تابلت يعني 2.5 ملي جرام بالنسبه للسفشر تعطيه اي ان ار 2.5 اوكي او 2 داخلي. في ناس بده 5 ملي جرام. في ناس بده 7.5. في ناس بده 10. بده 15. اوكي. في ناس بده التريتنج يعني بتعطيه مره يوم حبه يوم حبه ونص او يوم حبه يوم نص حبه. كل انسان مختلف عن الثاني. اوكي. ولازم تعرف هذا الانسان اللي قدامك شو الدوز المناسب له. اوكي كيف؟ من خلال تفحص له. خاصة انيشالي او ديلي ما ترتفعش ترتفع كثير كل ساعة عنده انتركرانيال هيموريج. اوكي او نزلت كثير بصير ما استفدناش منها. اوكي فانت بدك تعاير له الوارفرين دوز ديلي اول شيء بتعمل له اياه لحد ما يشوف الاي نار تاعه كويس بدها تروحه. بعدين بصير تعمل له اياه توايس ويكلي. اوكي لمده شهر شهرين توايس ويكلي. بعدين تعمل له وانس ويكلي. اوكي بعدين وانس افري شفته مستقر بصير تعمل له وانس افري 2 weeks. بعدين وانس افري مانث مثلا. اوكي وهكذا. اوكي بس كنتينوس مونيتورينج ما يكونش عنده المرض عنده الاي ان ار 8 و9 وانت جدال عنه. اوكي وطبعا تتخيل قديش صار حوادث من هذا الشيء وناس ماتت. اوكي بسبب الوارفرين. فاكتور 10 بدوش مونيتورينج. اوكي فاكتور 10 انهبيتورز هذول الاورال برضه بدهمش. هاي الفاروكسيبان بدهمش مونيتورينج. كوندفاركس بدهمش مونيتورينج. اوكي بعدين الوارفرين والهيبارين بدهم مونيتورينج. الان هذا بالنسبه لنا الان الماسف دي بي تي البروكسيمال ممكن احتاج اعطيه فابريمتك ثيرابي او ثرومبولايسس اللي هو تي بي اي او ميتيليس. اوكي ثرومبولايتك ثرومبولايسس اعملها لانه ما بتحملش يعني هيبارين لانه في عندي اسكيميا هون ما بتحملش وقت كثير. اوكي احسب قاعد بقلب شيء يشتغل على السريع. اوكي اللي ذوب الثرومبس صاير او ممكن اعمل له اسبيريشن. اوكي يعني في اجهزه خاصه بتعمل اسبيريشن للثرومبس هاي من الفين. اوكي اسبيريشن ثرومبكتومي سيرجيكال الليفيمورال ثرومبكتومي بس طبعا فيري هاي فيري اكسبنسيف هذول الشغلات اللي نحكي هون احنا. فينا كافا فلتر الان اي بي سي فلتر شو اللي تعرفون بس الاندكيشنز ايمتى بستخدم الاي بي سي فلتر اذا كان عندي كونفيرد اكيوت بروكسيمال دي بي تي اور اكيوت بي اي ان بيشنت كونترا اندكيتد فور انتيكوجيليشن. واحد دخل المستشفى مثلا عنده انتركرانيال هيموريج يعني عباره عن سي في اي ونايم بهالسرير وبدا صار عنده دي بي تي شو بدك تسوي له هذا؟ ليش اعطيه هيبارين؟ لانه عنده انتركرانيال هيموريج او عنده جي اي هيموريج مثلا. اوكي حط له اي بي سي فلتر على الاقل يعني ايش؟ تو بريفنت هيلمنر امبوليزم. اوكي واحد ثاني ريكارد ثرومبوبوليزم وان انتو انتو كوكليشن.
بس مش يكون ايش يعني ما يكونش يعني بكون باخذ الميديكيشن تاعته يعني بكون انا باخذ الميديكيشن تاعته واين ار ويس ثيرابيتك لكن مع ذلك صار عنده دي بي تي فهذا بده اي بي سي فلتر اوكي اكتف ليدي كومبليكيشن ريكوينك ترمينيشن وتكيونيشن ثيرابي واحد هو باخذ هالانتي كوجيليشن وقام صار عنده بليدنج مثلا اوكي قام صار عنده ايش بليدنج هذا شكل الاي بي سي فلتر هيك بنحط الاي بي سي هون تحت منطقه الانفراريد سيميوليت هون دراش التريتمنت قلنا لك اذا كان بروفوكت ولا ان بروفوكت بده من 3 إلى 6 أشهر اوكي او ريكارد دي بي تي او اذا كان في ست بي اي ممكن يحتاج لايف لونج تريتمنت اوكي يعني بعض مرضى بحتاج 3 أشهر بعض مرضى 6 أشهر بعض مرضى لايف لونج بيعتمد اذا كان بروفوكت ولا بروفوكت بيعتمد اذا كان فيرست تايم ولا سكند تايم بيعتمد اذا كان في بي اي او فيش بي اي بيعتمد كمان اذا كان عندها بريكوبل ستيت بدها لايف لونج كمان Prevention of DVT. الآن Prevention of DVT. أوكي. اللي هو Prophylaxis. أوكي. طبعاً زي ما قلنا لكم الديورك سيرجري هاي ريسك يصير عندي DVT. 20% of patients listed for general surgical procedure. 20% of those that are listed for surgical procedure. Ni hip or re arthroplasty. شوفوا ال orthopedic surgery. يعني هاي ريسك for DVT. شو هي الميجرز وات ار ذا ميجرز تو بريفنت دي بي تي اير ديامبوليشن عمل عمليه باجي بشجعه انه يقوم يمشي يتحرك بمساعده طبعا اذا كان مريض ضايف يمشي وش في اول ساعتين ثلاث يعني بس صحصح مقصود يعني اوكي صحصح يقوم يمشي يتحرك اوكي مشوا اهله إلاستيك ستوكينج أثناء العملية ممكن على نفسه إستاك إلاستيك ستوكينج وبعد العملية to prevent DVT pneumatic compression devices برضو during أو after surgery while he is in stasis يعني هاي compression devices زي كأنه بمشي قاعد حتى لو هو نايم بس تنفخ بتلاقيها intermittent compression intermittent balloons يعني أكثر من بالون وغذية intermittent اللي إيش inflation or deflation عم بلعب بالون هيبارين ان فراكشن هيبارين ان بروفلاكتيك دوز او نورمال كلويت ان بروفلاكتيك دوز يعني مرضى سيرجري كلهم قبل العمليه خاصه بهاي ريسك لونج سيرجري ميجر سيرجري مرضى اورثوبيك سيرجري مرضى يورو سيرجري بحتاجوا ل نورمال كلويت هيبارين قبل العمليه اذا كان هيبارين تعطيه قبل العمليه بساعتين 5000 صدر كيو واذا كان او اذا نورمال كلويت تعطيه قبل 12 ساعة بروفلاكتيك دوز كل دراج له دوز بروفلاكتيك وثيرابيتيك دوز منهم هذا اوكي وين انا فراكشن تيبر والبي سي بي اللي هو الكومبريشن ديفايس لاني كاتب هون هي انا حاطه كذا هون زي ما حكينا كل هي حكي ذكرناها بالبداية إنه ال causes risk factors for إيش DVT ممكن تحط نقاط يعني صار طلع يعني إيش كل شيء بعمله قاعد standardization و guidelines حط نقاط على كل ممكن واحد بعدين يكون عنده أكثر من risk factor ومحتاج أكثر من ميجا to prevent DVT بتجمع نقاط يعني
upper limb of the same, the upper limb DVT, yes, but it is rarer than the lower limb DVT. Primary, ممكن يكون primary, Paget Schroeder syndrome, or hypercoagulable state. Or secondary to AS with LND, secondary to central venous line subclavian. Okay. نفس الـ management. Chronic venous insufficiency اللي هو بيكون عندي either chronic due to reflux, deep reflux أو deep obstruction. Okay. By chronic thrombus بيعمل chronic venous insufficiency. Okay. طبعا هذا obstruction أو reflux بيعمل increased pressure in the venous system. The deep veins will increase pressure. You mentioned very high pressure. Okay. Now, this is a healthy patient. Lower pressure normally. When it goes to the pressure. When it goes to the pressure in the venous system. But even this is not a lot of pressure. Okay. The patient with chronic venous insufficiency. It is not a lot of pressure. Venous claudication, of course. We have an arterial. في فينوس كلوديكيشن زي ما حكينا لكم اوكي في فينوس في ارتيريال كلوديكيشن ونوقف يعني شوف الرجل هذا كرونيك بتكون ايش سوالن هيك زي ما احنا شايفين هون هايبر بيجمنتيشن اوكي لايبوديرماتوس كلوروسس بيكون يصير عندي براوني اندوريشن والسريشن زي ما احنا شايفين هون على الجيتر اريا بين صلصه اوكي هون سيفير كيس تو بايلاترال كرونيك فينوس انسفشنسي بين صلصه بتكون سوبرفيشال وبتكون فيها جرانش تيشو جوري هذا هو الدوبلكس التراساوند ممكن ايرت بالكوزموغرافي بس هي مش تفرق عندنا. فينوغرافي. تريتمنت. كونزرفتيف يوجوالي اتز كونزرفتيف مانجمنت. باي انترمتنت ليك اليفيشن. الاستيك ستوكينج او الاستيك باندج. اوكي. كراتشيت كومبريشن ستوكينج. ريجولار اكسرسايز. لوكال ووند كير للارسرز. فليبوتونيك دراجز زي الدافلون. اوكي بنصرفوا للمرضى دافلو بصرفوا علينا كل مرضى بريكوز فين ومرضى كرونيك فينوس انسفشنسي ليبوتونيك دراجز اوكي الكرونيك فينوس انسفشنسي يعني خاصه تكون ديستر يعني بقول لك بالزبط بروكسيمال لما يكون عندي اي بي سي بروبلم او اليك فين ممكن انا ايش اعملهم باي باس سيرجري او اندوفاسكولار مانجمنت اوكي الآن إذا كان عندي برضو venous ulcer that is not healing chronic and for long time okay by conservative measures by compression طبعا أول شيء بعالجهم بالcompression هذا المرضى شفت إن venous ulcer ما استمرت على compression ساعتها ممكن أعمل أروح العملية هاي اسمها perforated vein ligation perforated vein ligation okay في classification system venous disease بعتمد على clinical picture of the patient, etiologic classification, anatomic classification, pathologic classification. Okay. الآن بجمعهم CAP, CEAP وكل مريض باخذ ايش؟ قديش C كم شو رقم C تبعه؟ C1, C2, حتى C6 وقديش E باخذ؟ اوكي وقديش A وقديش B حسب شو هي راح تلخص بحضرتك كاملة هذا الجدول هذا بلخص محاضرة اليوم كاملة اوكي للفيروس ديزيز سياب كلاسيفيكيشن الان نحكي عن الليمفيديما كان بي ديفلوبمنتال او اكيوت برايمري او سكندري يعني It is painless edema, one or both lower extremities usually involve the ankle, the dorsal foot and the toes. Edema is usually pitting at first and then becomes fair, rubbery, and non-pitting due to fibrosis. Now, primary lymphedema, okay,
caused by abnormal lymphatic development. Most often, hyperplasia resulting in severe reduction in the number of lymphatics and the lymphatic diameters. Classified according to age of onset. ممكن في congenital, okay, يعني بيجي baby born with or in the first year of life, بس عنده lymphedema more in the males. اسمها Milroy disease. في lymphedema precox, female, okay, بيكون عمرها 17 سنة. وانه بلش يصير عندها ايش؟ لنفديما اسمها لنفديما بريكوكس او لنفديما تاردة خاصة في ميل اكثر من ثمين عمرها بلد عمرها 35 سنة بعدها بلش يصير عندها لنفديما اوكي؟ هاي برايمري سكندري طبعا تعرف سكندري تو لنفتك سيرجري مثلا لنف نود بالبريس سيرجري سكندري تو انفكشن سكندري تو تروما كيموثيرابي راديوثيرابي فيلارياسس اوكي الليفنتياسس ايماجينج اشوف يعني اكثر جنس نستخدمها هي الليفوسيتوغرافي الليفاج بطل يعملوها اكثر جنس نعملها حاليا هي الليفوسيتوغرافي طبعا نميز الكوز اوف سويلينج عن ابر كوز اوف سويلينج ممكن كوز قلنا ممكن يكون سيستميك due to heart, renal, or hepatic. How can it be due to venous or vascular formation or lymphedema? Differential diagnosis. Treatment. Usually we start with conservative measures. Okay. Conservative measures. اللي بيشمل على compression, meticulous skin care, إذا كان في, treatment of infection, إذا كان في infection. Frequently elevation, okay, massage, يعني physiotherapy كله. Rapid techniques, intermittent pneumatic compression devices, okay. Surgery, يعني هاي surgery جزء يعني قليل جدا الناس بيعرفوا يعملوا surgery للليمفاتكس vessels, okay. في ناس هاي specialized, بلاقي جزء بألمانيا بتلاقي واحد ولا اثنين بيعملوها باليابان واحد, okay. فيعني ناس قليل جدا بيعملوا هاي الليمفاتك bypass surgery وفيها هاي فيلر تكنيك الليمفانجايتس اذا صار عندي انفكشن بالليمفاتيك فيزلز بيختلف عن السلاتس هاي الليمفانجايتس بالليمفاتيكس يعني اوكي بتلاقيها ان فورم لونجست ستريكس ريد ستريكس كورسيك تو ريجن اوف نودز ريجن اوف نودز ار اوف انلارج اند تندر سيستميك مانيفستيشن في تكاردو في فيرتشرز اند ماليز بدو طبعا هذا انتي بايوتيك اوكي أو اللي بيعشوا اللي دورنا بالأنرجيزيا لوكال وولد كير أوكي أني كوستشنز طيب أنا في محاضرة دكتور شرف هاي موجود خليكم موجودين حتى خبروا بريك ما في لا إذا بدي أعطيك مباشرة أوكي هو إذا بدي أعطيك هو بعطيك بريك خلي أخبره بس والله تحسيني نينجا